مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في جولة جديدة من برنامج قافلة الحياة الفطرية. أعزائي المشاهدين، في هذه الحلقة نلقي الضوء على الصيد كرياضة لها أصول وقواعد وأخلاقيات. هذه حراب استخدمها الإنسان قديما وربما لا تزال تستخدمها بعض القبائل في المناطق النائية في بعض البلدان التي لم تلحق بركب الحضارة. وهذه شباك وفخاخ خاصة صنعها الإنسان القديم للإمساك بالحيوان الحي. ولا شك أن من أفضل رياضات الصيد هي ما استخدمه العرب من تدريب الصقور على مطاردة واقتناص الفرائس أو الطرائد، والتي لا زالت تستخدم حتى وقتنا هذا. أيضا كان الكلب السلوقي هو الأسرع عدوا وراء الفريسة. الوسائل التي قدمتها كانت هي السائدة قبل صنع البندقية التي بات استخدامها أكثر ما يضر بالحياة الفطرية. المملكة العربية السعودية في جميع مناطقها من أجمل الصحاري، ليس فقط بطبيعتها ولكن بما هو موجود فيها مما خلقه الله، سواء حيوانات برية أو طيور أو نبات. وقد عشنا هذا الجيل هذا الواقع وشاهدناه على الطبيعة، ولكن للأسف في الوقت الحاضر قد زال الكثير. فمثلا الحيوانات البرية انعدمت، والطيور
تلاشى الكثير منها، بل انعدم بعضها. وكذلك هذا الأمر شمل بعض النباتات وبعض الأشجار، ولم يكن هذا بفعل شيء آخر، ولكنه للأسف بفعل الإنسان الذي كان يجب عليه أن يحافظ على ذلك ويرعاه وينميه. ويتعجب هواة الصيد الحقيقيين ويتساءلون أي متعة في ذلك الصيد الذي لا يتطلب سوى الضغط على زناد البندقية. معالي الدكتور عبد الرحمن الجماز وكيل وزارة الداخلية، واللي نستضيفه في الدقائق التالية من حلقة هذا الأسبوع. معالي الدكتور عبد الرحمن الجماز، ندخل في موضوع الصيد، ماذا تقول لمن يصرف في صيد الحيوان، وأقصد في ذلك حيوان أو طائر مصرح بصيده؟ لو أخذنا على سبيل المثال الأرانب أو الحوارة. أولا إذا كان الشيء هواية، إذا كان الشيء هواية أني أصطاد، فأنا أريد أن أستمتع بالهدد، أهد الطير على الحبارة مثلا، وأتابعه إما بالسيارة أو بالدربيب الناظور حتى يهيئ والله الفرصة لهالطير هذا ويلحق الحبارة، أو يعجز عنها ويتركها، وبالتالي إذا صادها من أفضل الأشياء للرجل اللي يحب ويهوى ويعشق الطير إنه ينزل على الحبارة والطير حقه ويذبح الحبارة، وبعضهم يتفنن فيها، يخرج مخ الحبارة علشان يعطيها الطير، يسمونه نسر، ينسر الطير هذا إذا أراد أن يهده مرة أخرى في نفس اليوم، متعة ما بعده متعة، أو إذا أراد أن يعلف الطير ويغديه أو يعشيه فيكمل الإجراء. هذا يأخذ في حدود يعني لا يقل عن نص ساعة تقريبا، وبعدها أنتقل إلى مرحلة أخرى وأدور وأشوف الجرة، منظر الجرة في الرمل أيضا يعني إذا كان قلة الصيد فهي مثل الصيد تقريبا، تفرح الإنسان ويتابعها جرة الحبارة هذه ويتابعها حتى أنه يطيرها ويهد عليها طيره. في الحالة هذه ما يكون فيه إسراف. الإسراف في أنه يتمثل أنك تلقى لك مثلا أحيانا الحبارة يسمونها تجاول، بعبارة أخرى يكون 15 16 20 حبارة مع بعض يسمونها جول، فكان إذا شافوا يهدون طير يسمونه طير طلع، الحبارة بطبيعتها تخاف من الطير، شافت الطير ما عاد تحركت نفضت، أو طارا وشاف الطير طارا يقومون ذولا يجون بالشوازن، فتلقى 15 حبارة ما لها فرصة أنها تعيش، في خلال دقائق قضوا على 15 20 حبارة رمي بالشوزن، وهذا لا شلة يمينك. هذا من الصيد الجائر اللي أفنى عندنا الحبارة. وأيضا للأسف في السبعينات أول ما خرجت الشوزن لنا والونيتات أفنت أيضا الظبي عندنا، كانوا يسمون الظباء الجميلة أحيانا والله أنها تصل إلى 70-80 ظبي سوى دفعة واحدة، القطيع الواحد تلتقي بواحدة مثلها، ويجونها من هنا سيارة ومن هنا سيارة، وأحيانا سيارة واحدة وأربع خمس بنادق فيها. فهذا هو الصيد الجائر، هذا هو الصيد اللي يقضي على يعني ما قالوا النار أم عابس تأكل الرطب واليابس. هذا اللي قضى على الشيء عندنا، واللي أرجوه الحمد لله الآن هذا توقف الآن عندنا، وأصلا ما عندهم يعني لا يتواجد بالشكل يمكنهم من الشيء هذا. أيضا ما أنكر أن هناك الآن وعي كامل عند بعض اللي يرغبون القنص. هل لو جينا على الصيد بالليل أبو محمد، هذا له أيضا جوانب تتعلق حتى بالإنسان، بحياة الإنسان. المشكلة الرئيسية أنت في الليل مش تحت تصطاد عبارة ما يمكن، لا يمكن أرنب أو للأسف ظبي. الأرنب لا يمكن تصطادها إلا بالبندق في الليل صحيح. وبالنور، وبالتالي أنت أساسا وسيلة الصيد اللي عندك هذه البندقية ممنوع عشان استخدامها في النهار، ممنوع استخدامها في النهار وإذا كانت من نوع اللي يسمونها الرش أو الشوزن فهذه أساسا ممنوع تماما حملها استخدامها، يصرح فقط الأشخاص اللي عندهم باقتناء وليس الحمل، إذا وجدت معها حاملها مفروض تصادر ويجاز الشخص، لأنها لا يمكن السماح بها بحملها نهائيا بأي شكل كان، لأن هي اللي أفنت
الحياة الفطرية المتواجدة عندنا في السابق. نعم. وبالتالي إذا اصطاد في الليل معناه لابد يصطاد بالشوزة. أكيد. لأن البندق ساكتون خفيفة أو هذا مستحيل إنه يصطاد فيها أرنب في الليل إلا ما قل. وأيضا الساكتون هذه ممنوعة لأنها سلاح ناري أساسا. وبالتالي أساس الصيد ممنوع نهائيا في الليل أو في غير الليل بهالوسيلة هذه. بهذه الوسيلة. وهذا ما في شك أيضا ضررا على الشخص، أحيانا يكون مطب قوي أو أحيانا يكون طفة كبيرة مثل اللي حصلت في الرياض في جهة ثمامة أعتقد، شباب راحوا فيها يطردون لهم أرنب في الليل وجوا مع طفة طويق وطاح البقس حقهم كله في هذا وراحوا الشباب كلهم راحوا ماتوا انتهوا كله نتيجة أرنب في الليل. والبدوي الأول يقول عرضة الثعلب ولا عرضة الأرنب، ما أخص من عرضة الأرنب شيء في الليل. معاليك، ماذا تقول لمن يقدم على صيد الغزال أو الوعل وهو يعلم أنه مهدد بالإنقراض، أيضا يعلم أن النظام يحظر صيده بشكل قاطع؟ أولا إذا كان ودي أقسم في الواقع الأشخاص هذول إلى فئات، ما ودي أقول الكلمة اللي أنت قلتها أنه عندهم خبر أنه ممنوع على مدار السنة. نعم. من خلال تجربتي واتصالاتي بالذات مع بعض أبناء البادية يستغربون إذا قلت لهم أنه صيد الوعل أو الغزال ممنوع على مدار السنة وإن شاء الله لعدة سنوات القادمة، يستغربون يعتقدون أن الصيد ممنوع فقط في أماكن معينة وفي وقت محدد. وهنا لابد تصحيح مفهومه، ولكن المشكلة الرهيبة اللي تجي من الشخص اللي احنا ما قال مثل ياط السريح عم الشخص اللي يعرف الشيء هذا انه ممنوع وبالتالي وبالرغم من هذا يقدم على صيده ليلا او نهارا، ان نهارا فمثل اللص، وهذا انا في اعتقادي انه لا فرق بينه وبين اللص، لانه اذا وضعت الدوله مكان وقالت هالمكان هذا ممنوع مثلا الصيد فيه في المحميات او هالمنطقه هذه ممنوع الصيد فيها نهائيا ممنوع تصيد الشيء الفلاني وجاء وصادم، هذا ما في فرق عنه عن اللص. أنا أضع مالي في خزنة معينة، إذا سرقت قطعت يده. نعم. في هالخزنة هذه، مو مثل أرميها في غرفة، هذا الصيد ما له مكان إلا هالمحمية هذه. نعم. إذا جاء استغفر الله يعتبر سارق. نعم. لأنه أتى لمنطقة منعتها الدولة ومنعت الصيد فيها بأي شكل كان، فهذا سارق في اعتقادي أنه السارق. وأرجو لهم أنه بس يعني أن الإنسان أنه يدرك الجهود اللي تبذلها الدولة في سبيل المحافظة على هالحيوان هذا. إذا جاء صاد الغزال، لحمة تيسن أخذه من السوق ب 300 ريال من أروع ما يكون، ألا بمراحل من لحمة ظبي طول وقته وهو يمشي سودة قاسية، بينما لحمة التيسن أحسن منه وأرخص منه، لأن الهدف الرئيسي لشبابنا أنهم يفهمون أنه التواجد هذا إذا انتهى من هالمنطقة انه لن يعود الى في المستقبل ابدا، لن يعود الى الابد. كفايه ما راح من الحيوانات اللي كانت متواجده في المملكه وانتهت الى الابد. نعم. كفايه، يكفي هذا. انا اقول لهم يكفي، وارجو ان يقفوا عند هذا الحد ولا يتمادون في عمليه اصطياد الاشياء التي منعتها الدوله. معالي الدكتور عبد الرحمن، الا يدرك من يصيد الغزال او الوعل وهو ممنوع صيده انه يحرم أبناء جيله ويحرم كذلك الأجيال القادمة التي تليه من متعة مشاهدة هذا الحيوان أو الاستفادة منه؟ يعني هذه النقطة الرئيسية في الموضوع. أنا كيف أني أجي وأستغل كل شيء في وقتي وأصير من الأنانية إلى درجة أني أفترس وأشوف وأكل وأقتل؟ طيب والأجيال جاية؟ صحيح. ما ترغب أن تشوف الغزال؟ نعم. ما ترغب أن تشوف النعام؟ ما ترغب أن تشوف بعد ما بتشوفه في الأسر في محمية لا تتجاوز مساحتها 50 كيلومتر مربع؟ أنا أبي أطلع وأشوفها، أشوف قطعان مثل ما كنت أشوفها من قبل. وبعدين بعد هذا إذا توافرت بأعداد معقولة ممكن تنظيم عملية الصيد. نعم. وممكن تنظيم الهواية فيها. أما الآن يجب على كل مواطن المحافظة على كل شعرة من شعر الحيوانات الفطرية من غزال أو وعل أو مها، ليستمتع بها هو في الحالي ويمكن الأجيال القادمة من رؤيتها ومشاهدتها مثل ما شافها هو. نعم. نعم. أبو محمد، إيش تقترح للحد من الإسراف من الصيد؟ والله هو أولا
لقلت الإسراف في الصيد معناه أنه الصيد المسرح به مثل الحبارة أو الأرنب أو الطيور اللي جائز اصطيادها، وهذا محدد تماما إما بالسلق أو بالطير. إذا كان الهدف الرئيسي، إذا كان طبقت التعليمات هذه وتم الصيد بواسطة الصقر فقط أو السلق، فأعتقد أنه ما فيه عندي أي تحفظ على الموضوع هذا. في المناطق المسموح بها السنة هذه منع الربع الخالي، منع نهائي الصيد فيه، وهذا أعتقد خطوة من أفضل الخطوات اللي اتخذتها الدولة في سبيل المحافظة على ما بقي في منطقة الربع الخالي من الحياة الفطرية. هذه منعت الآن لمدة 5 سنوات، فهذه أيضا تعتبر من ضمن نطاق سؤالك أنه الحد من الصيد في المناطق هذه. طبعا أقول لك شيء واحد بالنسبة للصيد، لما نأتي في الماضي العصر الجاهلي وصدر الإسلام وأيام أبو فراس الحمداني، الصيد كان طبعا على إما على الأقدام أو على ذلول أو على فرس وحصان. وقد أغتدي والطهر في وكناتي أبو منجلد قيد الأوابد هيكلي. الأوابد اللي هي الوحوش الصيد، يعني كان إذا ركض وراها كانه مقيدة من سرعة حصانه. بالرغم من هذا وش يصطاد؟ يصطاد الغزال أو وعل طول يومه، يحط على ظهر حصانه وعلى ظهر ذلوله ويأتي ويأكله هو اللي معه. للأسف مع ظهور ما سمي بالشوزن وظهور التندات المكشوفة هذه السيارات المكشوفة في أوائل أواخر الستينات وأوائل السبعينات الهجري، هنا جانا الصيد الجائر سواء للظبي أو للوعل أو للحبارة. حتى أن الغزال العفري اللي هو متواجد منطقة تواجده في وسط نجد ومنطقة ركبة انقرض نهائيا الآن، لا يوجد من غزال واحد في البرية أبدا، لا يوجد نهائيا، انقضى. لا يزال عندنا إدمي ولا يزال عندنا ريم. الصيد المخالف طبعا عندنا نوعين للصيد المخالف. أولا صيد ما منعته الدولة أساسا، وهذا يتلخص في الغزال بأنواعه والوعل وأيضا طبعا المها، لكن الحمد لله المها ما في شيء في البرية موجود حاليا. هذا الصيد المخالف الرئيسي. الصيد المخالف المسموح به بطريقة أخرى اللي هي الأرنب والحبارة والطير، بعض الطيور مثل الحمام في موسمه والقماري قصدي في موسمها والأشياء هذه والحجل إذا كان ما تستطيع ترميها بالله. هذا ممنوع صيده بالأسلحة النارية من شوزن أو غيرها، وممنوع صيده ليلا أساسا، لأنه ما لا يتأتى الصيد في الليل إلا عن طريق استخدام السيارة والسلاح الناري. هذا هو الشيء الممنوع. والشيء المسموح به صيد أرنب أو حبارة أو طير، مثلا بعض الشباب الصغار يعشق أن يكون مثلا، والدولة صرحت بالشيء هذا، اللي هي الأسلحة الهوائية، يشوف القمرية موقعتنا على شجرة وما في بأس أنه يصيدها في موسمها، لأن مهما كان إذا اصطاد بالطريقة العقلانية ما يمكن أنه يسرف. مع الدكتور عبد الرحمن الجماز، كيف يساهم المواطن من خلال اهتمامه بالحياة الفطرية في تنميتها والحفاظ على التنوع الوراثي لها؟ يعني أقول خلاصة القول أن الدولة مهما بذلت من جهود سواء بشرية ومادية وحطت وضعت محميات، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نصل إلى الهدف الذي نسمو إليه ما لم يكن هناك وعي كامل من كل مواطن. من كل مواطن لهذا الهدف اللي تسبو إليه الدولة. طالما أن هناك يعني بعبارة أخرى، إذا لم يتمكن المواطن ويرى أن هالمحمية اللي وضعتها الدولة كأنها تخصه شخصيا، وإلا فإن الجهود التي تبذل قد تكون ضائعة، يعني شبه ضائعة. لابد
لابد ان كل مواطن يتحلى بهذه الصفه. كل مواطن يجب ان يعتقد ان هالمحميه الموجوده هذه سواء للعبد الرحمن الجماز او لفلان من الناس او الدوله وضعتها يعتبرها كانها محميه له، كانها ويفخر بوجودها. ما لم يصل الى هذه النتيجه فالجهود شبه ضائع. نعم نعم. ابو محمد، اهتماماتك الشخصيه هذه اسبابها، انا شايف يعني انت ما مركز يعني مكرس جهودك حول المحافظه على القطاع النباتي، حول المحافظه على الاحياء الفطريه. والله يا ليتني استطيع اعطي اكثر. للاسف انه مهما كانت الجهود فلازالت محدوده، واللي ارجو انه ان شاء الله ان الاشخاص اللي عندهم القدره انهم يلمون الشيء هذا. بدات برؤيه بعض الحيوانات، يعني انا كنت اخبرها في صغري حوالي الطائف بالمئات، وفجاه اندثرت راحت. المها العربي كان في منطقه الربع الخالي وفي منطقه الحماد، النعام والاشياء هذه اندثرت كلها راحت. يعني للاسف النعام العربي انتهى نهائيا الان، ما اجد الا قشره في الربع الخالي الان حاليا. المها العربي انقرض نهائيا لين عام 54، وفي عام 54 ميلادي 74 هجري الملك سعود الله يرحمه اعطاهم اعتقد شاتين يسمونها شات الوضيحي الانثى، واعطاهم اربع ذكور وراحوا الى اعتقد اريزونا وبدات تتم هناك. ما كان يوجد اي شيء للاسف، يعني هالحيوان هذا لولا الله هيأ له هالفرصه هذه كان انتهى. صحيح. انتهى نهائيا. صحيح. بدات بثلاث من الإناث وذكرين علشان عملية الوراثية تتحسن. الآن وصلوا إلى حدود 24. ما شاء الله. الآن حدود 24 من المها متواجد في المحمية، وكل طليق ومن أحسن ما يكون، صغارة بصحة من أفضل ما يمكن أن يعني يشار إليها. نعم. هذا بالنسبة للسبب الرئيسي في هواية للشيء هذا. لكنه اللي أرجوه أن يكون فيه سواء عاد الحياة الفطرية أو الإخوان المختصين في البيئة، أن يكون فيه توعية مستمرة، وأنه لا يكتفى بعملية التوعية التلفزيونية وغيرها، إنما البيئة يجب أن تدخل في مناهج المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، يجب أن تكون عنصر رئيسي من المنهج الدراسي للأجيال الجاية كلها. أعزائي المشاهدين، نصل الآن إلى فقرة الرسائل، وهذه الرسائل وصلتنا من العديد من الإخوة المشاهدين الذين يشاركون باستمرار بالرأي والاقتراحات وتوجيه الأسئلة، وسوف يقوم أحد منسوبي الهيئة بالرد على هذه الاستفسارات. الأستاذ محمد سليمان الطريف، مدير إدارة المراقبة بالهيئة، نرحب فيك أستاذ محمد ونقول لك يا هلا ويا مرحبا فيك معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله. أول سؤال أستاذ محمد من الأخ محمد عبد الله فضل الشهري من خميس مشيط، السائل يسأل عن بداية موسم الصيد، بدايته ونهايته. كما جاء في بيان الصيد لهذا العام والصادر من وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، فإن موسم الصيد قد بدأ يوم السبت 1 رجب وسيستمر إن شاء الله لمدة 3 شهور تنتهي في يوم 23 رمضان. هذه الفترة المحددة للصيد والمسموح فيها. هي مدتها 3 شهور. نعم. 3 شهور. نعم. هي كذلك في كم سؤال من الأخ موسى سلمان سالم الفيفي، وأيضا كم سؤال من محمد سليمان أبا حسين من عرعر. طبعا أعزائي المشاهدين، هذه مجموعة من الرسائل واخترناها لأنه في أسئلة متشابهة أخوي محمد، إنما السؤال الثاني
ما هي الأماكن التي يجوز فيها الصيد والأماكن التي يمنع فيها الصيد؟ في بيان الصيد لهذا العام حددت الأماكن التي يحظر فيها الصيد، وهي داخل حدود المدن والقرى، داخل حدود الحرمين الشريفين، في المناطق المحمية التي أعلنتها الهيئة، وهي 10 مناطق اللي هي محمية حرة الحرة، محمية الخنفة، محمية الطبيق، محمية الوعول في حوطة بني تميم، محمية ريدة، محمية جزر فرسان، محمية عروق بن معارض، محمية مجامع الهضم. هذه المناطق جميعها يحظر فيها الصيد، ما عداها يسمح فيها الصيد. ولهذا العام وهذا العام منع الصيد في منطقة الربع الخالي. الحيوانات المنقرضة، السائل يسأل عن الحيوانات المنقرضة والحيوانات الغير منقرضة، طبعا على مستوى المملكة احنا نتكلم. نعم، حسب القوائم التي أعدتها الهيئة، هناك النعام والمه العربي تعتبر من الحيوانات المنقرضة في المملكة العربية السعودية، وكتاب مرشد الصياد الذي قامت بطباعته الهيئة مشكورة يتضمن العديد من الموضوعات، يتضمن موضوعات خاصة بأنظمة الصيد، موضوعات خاصة بالأنواع الفطرية المهددة بالانقراض سواء كانت ثدييات أو طيور، يتضمن المناطق المحظور الصيد فيها، حدودها اللي هي المناطق المحمية، ونبذة عن جميع المناطق المحمية في المملكة، بالإضافة إلى موضوعات أخرى مثل أخلاقيات الصيد وخلافه. نعم. بصفتك مدير إدارة المراقبة بالهيئة، ومن خلال مواسم الصيد الماضية، ما هي أنواع المخالفات التي حدثت؟ الحقيقة هناك مخالفات في مناطق الصيد، كان يقوم الصياد بالصيد في منطقة يحظر الصيد فيها، هناك مخالفات بالنسبة لمواقيت الصيد، كمن يقوم بالصيد خارج الموسم المحدد للصيد، هناك من يقوم بالصيد ليلا وهذا محظور، هناك من يستخدم أدوات غير مسموح فيها حسب نظام الصيد، مثلا من يستخدم بنادق الرش الشوزن. ما هي الجهة التي تقوم بمحاكمة المخالفين في حال حدوث أي مخالفة؟ بموجب اللائحة التنفيذية لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية، فقد شكل في إمارات المناطق لجان لمحاكمة المخالفين، تقوم بمحاكمتهم وإيقاع العقوبة عليهم. وهل تقوم هذه اللجان بإبلاغ الهيئة بهذه المحاكمات؟ تتلقى الهيئة خطابات من أصحاب السمو أمراء المناطق بما تنتهي إليه المحاكمة. حتى لا تتكرر. الحقيقة أن جميع الإمارات متعاونة مع الهيئة في هذا المجال. ممكن نتعرف على نوع العقوبات اللي يتحصل عليها المخالف؟ العقوبات بالطبع تحددها اللجان المكلفة بمحاكمة المخالفين، وهي تتراوح بين العقوبة بالسجن أو الغرامة المالية، وممكن تكون سوى يعني. نعم، ممكن تكون سوى. عموما شكرا أستاذ محمد على هذه الردود السريعة، ونتمنى من السادة المواطنين الذين يرغبون في المزيد من الاستفسارات أو حتى توجيه الآراء والاقتراحات أن لا يترددوا أبدا في إرسالها إلى الهيئة أو إلى البرنامج. أعزائي المشاهدين، كانت هذه هي آخر فقرة في حلقة هذا الأسبوع، حتى نلتقي معكم في الحلقة القادمة. دعونا نتأمل معا بعضا من دلائل قدرة الله فيما خلق وصور في هذا الكون الفسيح، فإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال الله عز وجل: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. Thank you.